هذه اللوحة الجميلة وجدناها في موسوعة الحصائر الشاملة، وهي عبارة عن صورة أسد كما تشاهدون. هذه صورة شم مخلفتها عوامل التعرية، أمامه وعل، هذه قرونه واضحة كما تشاهدون، مثل شوي عوامل التعرية لكن الصورة بينة وظاهرة كما تلاحظون. الأسد يظهر لنا صورة له أخرى واضحة كما تشاهدون، هذه الصورة صورة الأسد كان في زاوية. أيضا وجدنا بعض الحفر داخل الحجر، ربما تكون قدرة خالق أو عمل بشري.